إذا معنا السي محمد بن نتا، وهو ناشط في حركة أو جمعية بيئية كتسمى يعني فضاء التضامن والتعاون بالبيئة الشرقية أو المعروفة بليسكو، وهو أيضا يعني يقوم بنشر مقالات على موقع ريفمستدام.com. يعني كنرحبوا بك سي محمد، واش يمكن لك تقدم لنا راسك وتقول لنا يعني شنو كدير الجمعية ديالكم؟ شكرا استاذ هشام على يعني الاهتمام ديالكم بهذه النقطه اللي كتخص البيئه ديال البلاد ديالنا. حنا انا مواطن عادي، مواطن مغربي، درست الدراسه ديالي في الهندسه الزراعيه وخرجت وعملت في الاداره، والان وصلنا للباكستين تاع التقاعد، يعني درنا الدي في دي خرجنا من الاداره، وفي المقابل ولينا نشتغل في المجتمع المدني. إذا هذه الجمعية ديالنا اللي هي فضاء التضامن والتعاون للشيء الشرقية، جمعية تهدف يعني التواصل مع المواطنين، ويعني ما بين الأجيال، ما بين يعني الأنواع تاع المواطنين، الجهات، التعاون مع المواطن، ومن جملة الأهداف ديالها كذلك التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والعمل على التربية التخطيط البيئي لدى المواطنين ولدى المسؤولين ولدى جميع المواطنين المغاربة. لأن هذا جملة الأهداف اللي كنا نتعاونها ضمن هذه الجمعية، وكذلك كان كن عضو مؤسس للتجمع البيئي لمغرب الشمال، وهو يعني يجمع بين عدد من الجمعيات الاهتمام ديالها والأراضي ديالها الحس البيئي والدفاع على البيئة في هذه المنطقة تاع الجهة الشرقية من الشمالية من المغرب. شكرا. هذا هو في جملة التقييم تاع الجمعية والعمل الجمعوي. نعم. سي محمد، واش يمكن لك تعطينا شي تذكير يعني سريع باللي وقع في منطقة ديال المنوية وهاد الكارثة هذه، كيفاش اكتشفتوها وكيفاش حتى يعني اكتشفتوا هاد الكارثة اللي وقعت بالمنوية؟ نعم، هي فعلا كارثة بالمستوى، كارثة عالمية اللي حدثت بالمنوية، رغم مع بعض الجهات تحاولوا باش يبسطوها ويعطيوها واحد الصبغة اللي هي يعني واحد الكارثة اللي هي بسيطة ومرة. كيفاش جات القصة؟ واحد من المواطنين جاء قتل بالجمعية، أحد الجمعية تاع تجمع البيئي لشمال المغرب، وهي جمعية تاع البيئة والإنسان في بركان، وشرح لهم لأنه هناك شيء ما في الملوية، وجمع واحد الحوتة وقال لهم بأنه الحوت واحد الحالة غريبة، وكاين بعض الحوت اللي يموت، وبالتالي من هذاك اليوم اللي كان 18 شهر 7/1 الشهر اللي رحنا فيه باش توصلنا احنا في الخبر، تجنبنا المجموعه الجمعيات اللي هي يعني قريبه من الحدث، وهي تاع جمعيه شمس في احدير، وجمعيه فضاء التضامن تاعو الجهه الشرقيه بوجده، وجمعيه مبادره في زيو، وجمعيه اللي كانوا بها بالتالي مقرب للحدث، وقمنا بواحد الزياره لعين المكان فين شفنا الخبر، وقينا فعلا الحوت واحد الحاله غريبه، شي من الحوت كيبغي يخرج من الماء يسمى على الجهه تاع اليابسه، وبعض الحوت بدينا كنشوفو كيجيبو الدواء تاع المنويه ميت، واحد يعني في حاله تاع الموت، واحد ميت. اذا قلنا بانه على عبر هذيك 5 كيلومتر من واد المنويه بقينا غاديين، وبنفس المناسبه بقينا كنصورو الناس اللي في الدواوير والفلاحه يعني على حساب ديك الكارثه، وكانوا كلهم على عين يعني بانه شيء حدث، وكنقول لهم هذه شنو بالنسبه لكم شنو وقع؟ من جهه شيء الجميع جميع المواطنين تيوجهوا اصبع الاتهام لمعمل السكر بدايو هي تيكافور، وكيقول لهم احنا شنا يعني هذا المعيشه ديالنا، هذا المعمل يعني اثر فيها بزاف، وكاين بعض الاغنام اللي كانت شربت في الماء فيما جحدت يعني رمات هذاك الحمل ديالها، وبعض الفلاحات كيقولوا بانه مات لهم بعض الاغنام، واحد الفلاح
ذات واحد البقرة، وكذلك واحد الحافظ ذات المنتوج ديالهم، ويمكن هذا تشوفوه عبر الفيديو هذا النهار في يوتيوب، بيعة تاع السلاح والسياسة تحركت واحد يعني بواحد بحال اللي رميت عليها شي مادة كيما هي. الناس دابا الآن كيحاولوا يقول لك هذا الصراع تلويت عضوي ونقص في الأكسجين وكتبت المتعة تاع المتعة، ولكن حنا تنقولوا كاين شي حاجة شي مادة كيماوية اللي استعملت والتاريخ ديالها باين وهو 15 نهار 7 يعني تلقات الواد واحد الصيفة اللي هي الدرس التاريخ الكبيرة وبنهاد الحجم وبنهاد تثبت لهاد يعني واحد الأعداد أطنان تاع الأسماك اللي ضاعت في المولية في دل. هنا كتبين لأنه واخا أنه بعض المصالح تاع الدولة كتبغي تقول لأنه غير تلوث عضوي جاي من بعض العامل او بعض المدن بحال زيو ولا بعض المدن اللي هي ولا الدواوير اللي هي مشابهه للمليون. حنا كنقولوا لا كاينه شي حاجه، كاين شي حاجه اللي ادات زادت على التلوث العضوي ادات لهذه الكارثه الكبيره، وبدون شك كاين هناك شي ماده كيماويه او شي ماده اللي ترمات لهذا اليوم التهديد اللي هو 15 شهر 7 ترمات بواحد الكمية بواحد الصفة أنه أدت لهذا الكارثة. وهذا هو إذا البحث اللي قصد به الجمعيات لدى السفينة ولدى يعني البحث الميداني اللي تبعنا الواد وصبنا، لأنه الواصب اللي كيجي في هذا الواد اللي كيقولوا له الواد بحال اللي جاي من زبرة وكيكون في مولوية تما فين جا التلوث فوق منه. وحنا كنأكدوا كنبينوا التحاليل والتحريات الميدانيه كتبين بلي انه الملويه راه لاباس بها والفلاحه كذلك لاباس بهم، حتى هذاك المصب فين صب واد السطح اللي جاي من الزبره وكلش ملويه. هنا بدا واحد التلوث واحد الصفه يعني شنيعه بزاف، تلوث عضوي وتلوث كيماوي، وهذا التلوث الكيماوي بالمناسبة ماشي هو دائم، ماشي بحال ذاك التلوث العضوي اللي هو كما نقولوا أو كوتيديان دو جور أون جور شاك جور كاين إن سيرتان كونتيتي تاع لا ماتيار أورغانيك ولا المواد العضوية اللي كتمشي للملوية. لا من هذا بعض الحالات بحال هذا النهار تاع 15 كانت مادة غريبة ومادة كيماوية اللي حدت زادت على هذيك التلوث العضوي اللي كان سابق في لابون. كاين نوعين، انا اللي بغيت نقول كاين نوعين من التلوث. كاين هذا التلوث العضوي اللي هو يعني كيسمى يوم عن يوم وغادي الاخر، وكاين بعض التلوث اللي هو مميت وخطير جدا، وهذا كيختار له بعض بحال كيسمى في الليل او اللي يسمى قبل الفجار او لا واحد نهار معين في الاسبوع باش يفوتوا هذيك الكميه المميته. هذا هو اذا كاين نوعان من التلوث. الابحاث اللي قمنا بها الان والسحابيات بينت بانه زياده على التلوث العضوي هناك تلوث اللي بغينا نقولوا كيماوي او لا شي تلوث خطير بشي ماده كيميائيه اللي كترمى في واحد الوقت اللي هي هذيك كتزيد مع التلوث العضوي وكتعطينا الكارثه الكبيره اللي جات. وكيفاش دابا الوضعيه حاليا سي محمد؟ واش باقي التلوث في الوضعيه الحاليه؟ كنا درنا لقاء مع المسؤولين تاع سوبرافور وما كاين فيه كاين فيه كمان كيقول لك ما عندنا لا علاقه لنا بنا الشركه هذه المسعيد ديالنا، ولكن ملي لاحظنا وشفنا بلي انهم كيستعملوش دوك السوارج اللي هما كنقولوا لي باطان دو ريبونسيون، دوك السوارج اللي كيحطوا ديك المواد العديمه تاع المعامل وكيحاولوا باش يعالجوها ويديروا هذا الشكل ديالها غير ذاك اللي يوليو يخدموا. وكاين الوزير الان اللي هو وصل انه غير الماء اللي يولي يعالجها غير هي كدور في المعهد، وخارج الوزير ما كيخرج من عنده حتى شي حاجه. الان وصلوا بعض المعامل انهم يكتفيوا حدتهم يعالجوا المياه ديالهم العتيبه، وهذوك المياه كيوليو دورها وبالتالي كيقتصدوا في الماء وكيحتفظوا على البيئه، وهذا الشيء اللي بغينا نوصلوا له. بدات معنا في اللقاء هما كيزيو ومن بعد يعني بحال الا وعدونا قلت لك احنا غادي نديروا محاوله باش نقطعوا كاع حد الصبيح اللي كيخرج من الوزير، ولكن مع الاسف الشديد منين مشينا البارح ولا
المواد العضو هذه المواد الملوثه في المعمل ولو دابا كيحطوا واحد الكميه ويحاولوا باش بعدا كيقطعوا عندهم شويه الطفاش شويه تبرير شويه يعني. وشنو كانت يعني الرد ديال السلطات؟ واش توجهتوا للسلطات المحليه؟ واش جاكم شي رد؟ الان الرد اللي هو كان في المستوى تاع الحدث وهو الرد تاع المجلس الجهوي للمنطقه الشرقيه واللي كان استدعى الجمعيات اللي هي معنيه في هذه القضيه واستدعى كذلك بعض المصالح وشكر للمجتمع المدني على العمل اللي قام به باش يحسس المواطنين ويحسس المسؤولين وقام بواحد المجهود يعني بوسائل واش نقول بسيط عندنا داكشي اللي عندنا حنايا بسيط وحاولنا باش نمشيو ونعطيو على الناس وناخذوا عينات من هذوك المواد وتعاملنا كذلك مع الجامعه باش نديروا التحليلات بوسائل بسيطه مع الطلبه مع يعني ما عندناش موارد كبيره باش نعملوا هاد اللابوراتوار الكبار ولا يعني غير بوسائل بسيطه حاولنا نديروا دولين في الدير احسن منه ويعني الاختصاص ديالها باش هي تمشي وتبحث ملي كتكون واحد الجريمه بيئيه ولا جريمه في مكانت عندها مصالح ديالها عندها السلطه ديالها باش ياخذوا العينات وعندهم المختبرات تاع التحليل وكذلك المواطن عنده الحق باش يعرف واش الواقع ويعطيونا المنتوج ولكن مع لحد الساعه كلهم خذوا عينات وكلهم داروا تحليلات وعندهم مختبرات ملي كنطلبوا لهم النتيجه تاع التحليل ما كانش اللي يعطيها ما كانش اللي يدير لك واش نتائج دابا وصلوا كيقول لك كاين واحد شويه نقص تاع الاكسجين هذه واحد النقطه الاولى ولكن واش هي الماده اللي تثبت ان هذه الثالثه يوم 15/7/2011 حتى واحد ما غادي يقولها حتى ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نديروا الطلب على يد القرابة باش كمواطنين عندنا الحق في المعلومة لاكسي على فورماسيون وكمواطنين وكذلك هما كمصالح تاع الدولة من الواجب ديالهم باش يعطيونا هذوك النتائج تاع التحليلات اللي قاموا بها. وسي محمد كيفاش كانت التغطية الإعلامية زعما واش عاوناتكم وسائل الإعلام الوطنية؟ كاين وسائل إعلام كتابية ما نذكر منها بعض الصحف وهم مشكورين على المجهودات اللي داروها بحال كاين الاتحاد الاشتراكي كاين لو ماتان دي سهارا كاين الاحداث المغربيه كاين الصحراء المغربيه وكاين كذلك بعض الوسائل الكتابيه اللي يعني حاولوا داروا مجهود ديالهم باش يخرجوا كتابات ولكن مع الاسف الشديد اللي كانت كنحكوا بزاف انا الوسائل اللي هي بصريه بحال الاولى وبحال ار تي ام بحال الجزائر اللي هما يعني تلفازات وطنيه يعني انه المواطن المغربي هو اللي كيصرف عليها وكيعطيها من الضرائب وهذا الشيء باش هي تمشى ما قامتش بالواجب ديالها كما ينبغي باش تعلم المواطنين وتدير البحث واحد البحث نزيه وتحاول حتى هي باش تساهم في ايجاد الحقيقه تاع هذه الكارثه باش الانسان اللي يعني قام بهذه الكارثه خصو الان ثمن المسؤوليه ديالو كاين حنا شفنا مراكز كي باعت لها خمسه تاع العجاز هذا الشيء اللي عندها خاص هذا الانسان هذا على العقل بعدا يعوض هذا الشيء الضياع هذاك السيد اللي مات له البقيره ولا هذاك السيد اللي طاحوا له النعاس طيحوا ولا بحال هذه المراه اللي مات لها النعاس ولا بحال الناس بزاف تاع الناس اللي تضرت من هذه المواقف على العقل بعدا يعوضوا لهذا الناس ويحاولوا يلقوا واحد الحل باش ما نعاودوش لهذه الكارثه نطيحوا فيها هذا هو حنا كنوحدوا بزاف الاولى وقناه الاولى والثانيه رغم انه هذه واحد ما يفوت واحد الريبورتاج ولكن دون المستوى وبعيد جد البعد عن الحقيقه هيك تيقول لك انه بعض التلوات وحنا درنا دي فيديو راه ما قد يفرجهم انه كميات كثيرا على 100 كيلو اللي تقراها في الاولى واخا سي محمد كاين واحد الاشاعه حاليا كاينه خصوصا في مواقع في الانترنت كتدعي بان يعني كاين شركه او وزين في الجزائر هو المسؤول على هذا التلوث يعني شنو الرد ديالك على هذا انا بغيت انا شخصيا بغيت نعرف اسم هذا الاشاعه لانه اذا كان هو مواطن مغربي غادي يكون يعرف الجغرافيا تاع البلاد ديالو غادي يعرف اللي مولويه عندها المنابع ديالها في العصر الصغير
وجايه من نيزات وبقيت على نيسون وجايه على وقف الحاج وفوت على دفشين وجيت توريرات وعندها واحد المامور كله لو باسان غير صوت تاعنا تاعنا ملويه كله داخل التراب الوطني ونحمد الله ونشكروا على هذا على هذا على هذه النعمه. لماذا هذا السيد هذا اللي قال لك هذا المعمل بغينا نعرفوا هذا المعمل فين جاب هذاك واش جاب في الجزائر ولا في المغرب؟ هو كيقول لك معمل جزائري اذا ترى التراب الجزائري ترى من التراب الوطني بغينا يعطينا هذا التخطيط ونمشي يقرا الجغرافيا تاع المغرب وبعنا واحد النقطه على الخريطه في جوجل مابس قلنا ها هي النقطه اللي جايه وديك الساعه حنا غادي نواجهوا ولكن كنقولوا له بانه خصو يعاود النظر ديالو ويمشي يدرس الجغرافيا تاع المغرب. يعني واحد ربما هو راه وقع له واحد الخلط مع تلويث واتكيس ربما الا ما لانه واتكيس فعلا جاي على الحدود الجزائريه المغربيه وهنا كاين واحد المشكل كبير وحنا تعرفنا له مرارا كاين مشكل كبير تاع تلوث تاع واتكيس واتكيس ولكن واتكيس ما كيكونش في المنوميه واتكيس كيكتشف في البحر الابيض المتوسط وملوث كثيرا كثيرا وجدا من ناحية تاع المدن اللي هي داخل التراب الجزائري وان شاء الله الرحمن الرحيم لابد ايجاد حول هذا هذا التلوث اللي هو على واتكيس كنأكد على انه الوبس وفي ما عنده حتى شي علاقه بهذا الوبس وهذه الكارثه البيئيه اللي وقعت واد منويه. واخا سي محمد اذا كانت عندك شي كلمه اخيره يعني بغيتك ماذا بينا يعني تفسر للمواطنين علاش علاش هاد علاش البيئه مهمه علاش يعني النشاط ديالكم مهم بالنسبه للتقدم ديال المغرب و... نعم احنا كنشوفوا البيئه هي للجميع لهذه الاجيال اللي حاضره ولا سيما الاجيال اللي جايه من بعدنا. حنايا من زادينا حنا قدامنا البحر الابيض المتوسط صافي وناعم وكنعوموا فيه وكاينه قدامنا لا منويه المياه ديالها نقيه والحوت كانوا ديك الساعه الناس اللي كانوا كبارنا كيمشيو تماك وكيصيدوا بواحد النشاط. الان حنا كنلاحظوا بلي انا كنعيشوا في كل شيء من الموت كتمشي للبحر التلوث على 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 يعني على مسعى الشاطئ الناس كيمشيو كي 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 كارثه في المواد تمشي للاوساخ واللي يجي باش يعني يرميها على القاعه خاويه على البواطه السردين يرميها على السلاح ياكلوا يرمي تما خلينا هذه البلاد ماشي ديالنا حنايا هذه البلاد هذه ديالنا نحافظوا عليها لينا باش حنا نعيشوا مزيان وكذلك نحتفظوا بها الاجيال اللي جايه باش من يجيو يلقاو قدامهم واحد البلاد وهي البيئه اساسيه للتنميه. علاش؟ لانه بحال الان اذا كنا كنقولوا بلي غادي نعمل تاع الصفر غادي يدير لنا الصفر باش حنا ناكلو ولكن في نفس الوقت المعمل يقتل لنا الحر اللي هو كيعيش واحد العدد تاع الناس اللي هما كيصيدوا على منويه او لا كيلوث لنا الماء اللي هو الاساس تاع الحياه في هذه المنطقه كامله فيها فيها كينتجوا هذا الخضار فيها كيسقيو فيها. اذا كاين واحد واحد الارتباط وسيط ما بين البيئه وما بين التنميه. اذا فكرنا غير الربح تاع الفلوس نقولوا غادي نديروا المعمل ونديروا كذا من تاع السكر وغادي نخرجوا كذا تاع الشيء بالضفير ونمشيو عرف بلي انه غدا بعد غدا لا بد ما غادي يحبسوا في واحد الوقيته لانه كل شيء مشى الانسان دمر البيئه سمت او الان حتى اللي شفنا مؤخرا كله محروق. اذا غدا بعد غدا حتى هذاك البيتراب اللي راهم دابا هما كيخدموا به السكر لا بد حتى هو غادي شي كارثه ولا شي تكمو وما غاديش يلقاو حتى لا حتى شبندر او لا لا القطه في السكر باش يخدموا. اذا التنميه اذا بغينا نديروا التنميه تاع البلاد ديالنا والتنميه على اساس سليم وهي التنميه اللي تاخذ بها الاعتبار الحفاظ على البيئه وندخلوا في الحسابات ديالنا ونقولوا بانه ضروري نحافظوا على البيئه باش يمكن الاستمراريه. هذا هو الميساج هذا هو الرساله اللي بغيناها باش جميع المواطنين اللي هما غيورين على هذه